حبكم من جديد على قناة انفيزيت ماني اونلاين. شكرا ل 10300 مشترك. في الفيديو ده معانا مراجعة لموقع استثمار جديد. الموقع بقاله 6 ايام شغال. الموقع دي احنا بنستفاد منها في الايام الاولى. الموقع اسمه كريبتو يو اف او. الموقع بيدينا 100% خلال ال 24 ساعة تقدر تودع بيه عملة الدولار عن طريق البرفكت ماني والبير، محفظة البير والبرفكت ماني، او بالعملات المشفرة زي البيتكوين او اللايتكوين او التوكوين او الاثيريوم. بتدخل مثلا المحفظة بتاعتك، هدخل محفظة البير وبروح على الموقع على الخانة دي وبتضغط على كلمة ستارت، بيوجهك على صفحة الداشبورد. زي ما احنا شايفين دي الخطة الرئيسية بتاعت الموقع، بتديك 100% خلال ال 24 ساعة. حد ادنى للاستثمار في الموقع 1 دولار، حد اقصى للاستثمار 10,000 دولار، حد ادنى للسحب من الموقع 0.5 دولار. برضو دي آلة حاسبة بتحسب ارباحك. مثلا لو احنا استثمرنا 1 دولار، فانت بتاخد خلال ال 24 ساعة 2 دولار. مثلا لو انا استثمرت 10 دولار، فانت بتاخد 20 دولار. انا مثلا لو هستثمر 3 دولار في الموقع، هاخد 6 دولار خلال ال 24 ساعة. هنا الموقع بيدي كوميشن على الحالة المستثمرة من خلالك 30%. هنا الموقع بقى له 6 ايام مسجل فيه 135,804 يوزر. هنا دي اجمالي الاستثمارات بعملة البيتكوين 65 بيتكوين، وهنا اجمالي السحوبات 53 بيتكوين. ده لاست ديبوزيت واللاست وزرو، اخر سحوبات واخر ادعاءات في الموقع. هنا بتدخل المحفظة بتاعتك وبتضغط على كلمة ستارت، بيوجهك على طول على صفحة الداشبورد. هنا بتاخد رابط الاحالة بتاعك وبتبدأ تروج للموقع. لو عايز استثمر بضغط على كلمة ديبوزيت من هنا، بدخل هنا الكمية مثلا 3 دولار وبضغط على كلمة سبام، وبعد كده هنا سند، بيوجهني هنا لمحفظة البير. بعد كده بضغط على كلمة يو اس دي كده، بضغط على عملة الدولار وبضغط على كلمة كونفيرم، وكونفيرم بيدخلني على رصيد حسابي في محفظة البير، وببدأ أودع كأي موقع استثمار. بعد الإيداع في الموقع بضغط على كلمة ديبوزيتس، بضغط على كلمة ديبوزيتس ويور ديبوزيتس، وبلاقي هنا الاستثمار بتاعي مفعل. هنا طبعا في اليور باي اوت بتلاقي السحوبات اوتوماتيك على رصيد حسابك في المحفظة اللي انت استثمرت بيها. مثلا لو استثمرت محفظة البير، هتلاقي على طول بعد ال 24 ساعة رسالة لك مثلا لو انت استثمرت 1 دولار، هتاخد ال2 دولار على المحفظة بتاعتك. هنا من كلمة ريفرال بتلاقي هنا رابط الحالة بتاعك، وبتبدأ هنا تروج للموقع. موقع ده نبدأ نستفاد منه عن طريق الاستثمار. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.